يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على معظم محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 26-19، الإسكندرية 25-19، مطروح 24-17، بورسعيد 25-19، والإسماعيلية 27-15، إلى السويس 26-16، العريش 26-15، طابة 24-18، شرم الشيخ 29-21، والغردقة 30-20، وإلى الأقصر 29-16، أسوان 29-17، الوادي الجديد 28-12، حلايب 27-23، وشلاتين 29-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.